بعد رحلة طويلة من البحث والألم تبكي هذه الأم فرحا بعد لقائها ابنها الذي كان يقاتل في صفوف الميليشيا الحوثية حتى أسر جريحا في معركة بيحان الأخيرة، وذلك بعد إصابته برصاصة في فمه وأخرى في بطنه، نقل حينها لتلقي العلاج هنا في هيئة مستشفى مأرب. حرموني منك ومن أخيك. فقد لفت انتباهنا ترديد الأم لهذه العبارة أثناء البكاء، وحينما التقطت أنفاسها سألناها عن مصير أخيه، فكانت الإجابة الغريبة بأن ابنها الأكبر في قعر الزنزانة بسجون الميليشيا الحوثية منذ ما يقارب 3 أعوام. قلت لك الأول مسكوه هو ماشي هكذا في نقطة، ومسكوه غافلوه من الوراء، ضربوه بمسدس، قال حاولت أقاومهم يمه، كتفوني من الوراء ومن قدام، طلعوني فوق سيارة ولا أدري. أول ما طلعوا قد لها 4 سنين لحد الآن، اتصلوا فيني في يوم في رمضان قالوا لي ولدش في الأمن القومي، خلاص. وبعدين اختفى سنة ولا درينا وين هو. كنت أسأل أدور وإنه قالوا قد نزلوهم صعدة، نزلوهم هناك يعني يدوا لهم حاضرات ودروس ده. بعد السنة رجعوهم صنع سنة ثانية مختفي ما لقيته. ومن الغريب أيضا بأن ابنها طلب منا عدم التصوير خوفا على أمه من رفاقه في الحرب والسلاح، فسألناه كيف يمكن أن تمتد أياديهم إلى أمك وأنت تقاتل في صفوفهم. بحزن وانكسار يؤكدان تخوفه أجاب لا أريد أن يؤذوا أمي. أما الأم فكانت أكثر شجاعة منه، فقد طلبت منا الاستمرار في التصوير ليرى العالم بشاعة ما صنعته الميليشيا الحوثية التي اعتقلت أحد أبنائها وزجت بالآخر في جحيم الحرب. لا أجل أشوف ولدي، وجيت من داخل صنعاء لوحدي وحصلت تهديدات وحصلت كل شيء، ليش أنا بين أدور على ولدي؟ قلت والله ما يقطع الرقبة اللي خلقها، ما حد بيقدر علي، أنا بين أدور، أنا أم قطع من كبدي راحت ما أنا داري وينه، وجيت والله أنا جيت مارب لوحدي. اطمأنت الأم على ابنها، فقد أجريت له عملية في الفك وأخرى في بطنه، شأنه شأن عشرات الجرحى الحوثيين الذين تركتهم الميليشيا ينزفون بجراحهم على سفوح الحرب، فأخذوا من أرض المعركة إلى هيئة مستشفى مأرب. يلخص حجم القهر في قلب هذه الأم مأساة كبيرة تسببت بها الميليشيا الحوثية على امتداد الوطن الموجود.